استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريا زاكيا السفير الهولندي لدى مصر هان موريتس. وخلال اللقاء قال رئيس الإنجيلية إن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي في دعم ثقافة المواطنة وحرية العبادة ورؤيتها الشاملة لحقوق الإنسان. كما تشهد الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية خطوات ثابتة نحو تأصيل قيم الدولة المدنية الحديثة. من جانبه أشاد السفير الهولندي بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية بالمجتمع المصري، مؤكدا اعتزازه بدورهما الوطني والتنموي في خدمة المصريين دون تمييز.